للمرة الأولى سيتمكن الحجاج إلى قبر السيد المسيح في القدس من رؤية الحجر العاري في كهف القبر القديم، وذلك بعدما فتح فريق ترميم يوناني قوة صغيرة في جدران الضريح الرخامية. ومع اقتراب عيد الفصح أنجز الفريق عمليات الترميم والإصلاح التاريخية للضريح المقدس إديكول، حيث دفن السيد المسيح في كنيسة القيامة وهي واحدة من أقدم الكنائس في القدس. وكانت السلطات البريطانية قد بنت قفصاً حديدياً عام 47 لتعزيز جدران الضريح الذي لم يرمم منذ أكثر من 200 سنة. وفي عام 2015 أغلقت شرطة الاحتلال المبنى فترة وجيزة باعتباره غن، وبدأت الإصلاحات في حزيران عام 2016، حيث أزاح فريق الترميم ألواح الحجر من واجهة الضريح ورمم البناء الداخلي مع إمداده بأنابيب لدعم الجدران، ورفعوا طبقة رخامية قديمة تغطي القبر، تحتها لوح من الرخام الأبيض حفرت عليه إشارة الصليب يعود تاريخه إلى أواخر الفترة الصليبية في القرن الرابع عشر. وقال المرممون لو لم تجرى عمليات الترميم الآن لكان هناك احتمال كبير بأن تتعرض جدران الضريح للانهيار. أما تكلفة الترميم فقد بلغت 4 ملايين دولار، ساهم فيها صندوق الآثار العالمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جانب التبرعات الفردية.